يعني ان هو النادي الاهلي متابعه في مباراه قبل كده، وان الراجل ليه قرار يعني قرارات تاثرت بالضغط الجماهير. طيب انا هستاذنك بس يا استاذ ايهاب، استاذ محمد معايا، استاذ جمال العاصي برضه حابب يشترك معانا في هذه الجزئيه. استاذ جمال مساء الخير عليك. استاذ كابتن محمد تحياتي لحضرتك. استاذ محمد صياد مساء الخير. استاذ جمال تحياتنا لحضرتك. استاذ جمال يعني برضو احنا بنتكلم على جزئيه التحكيم والمباراه الامس. يا استاذ جمال انا عايز اقول بس حاجه عشان خاطر يعني اتفضل. زي حضرتك يعني بتلاقي شيء كمية. انا من اول يعني اللي عجب الحاجه فرض الفاصلين فاصل سيمبل توبي كان له اخطاء كثيره جدا ضد الاهلي. حكم الترجي اخطاء كثيره. انا كنت حاسس ان هناك استاذ جمال معلش بس الصوت مش واضح، يعني لو نتحرك كده استاذ جمال عشان نقدر نسمعك بشكل كويس. يعني انا بقول لك انا حاسس ياخدها في قوه ضد الاهلي، يعني في قوه ضد الاهلي. معلش انا عندي وجهه نظر استاذ جمال ممكن تناقشني فيها، ان عدد مرات الفوز للنادي الاهلي مخليه بعض الناس تقول لك. ركز معايا بس. اتفضل اتفضل. في قوه، انت سامعني كده؟ سامعك استاذ جمال اتفضل. بقول لك انا عارف ان في قوه ضد الاهلي. من اول تعالى بص على وش الماتش الولاد اللي هنا في القاهره وسيمبا الاثيوبي عمل ايه؟ بص على الترجي هناك اتعمل ايه في الاهلي؟ في قوه كانت تلعب ان الاهلي لن يفوز بهذه البطوله، كانت واضحه قوي. انا بسال بس الصوفر، هل احمد بعد ما فاز بالاتحاد الافريقي ضد عيد حياته، وهل احنا بنعاقب بطوله مصر ان احنا كنا نقدر الاسقاط عيد حياته وما زال ولاء الاتحاد التحكيم لعيد حياته؟ هل ما زالت نغلب فيها قوه جامده قوي كده في شمال افريقيا في الاتحاد الافريقي او في بوست في لجنه الحكام اقوى مننا؟ لان في قوه كانت بتساعد. اوعى تصدق اللي عمله كسامه كان وليد الصدفه او التخلص، ده تعمد باعاقه الاهلي. كل الفاولات كانت باينه قوي. انت لو يعني كل حاجه عايز يعرقلك طول الوقت يعرقلك، وكانت اوسخ او يعني اسوء ما عمله وقت الصدر الضايع. كان واضح جدا في خمس تسجيلات وفي شمال وفي اصابات، ولكن اول ثلاث دقائق ده معناه ان ده تعمد كامل. يقع بقى تحت بند لا اخلاقي للحكم، يقع بس مختار تماما عشان تنزل الاهلي يفوز يبقى البطل. في حاجه مش طبيعيه على افريقيا، ولا كان جبت ده موقف في عين الفتره الجايه. مش مطلوب مننا او مش مطلوب ان النادي الاهلي يتفوق افريقيا. مين اللي ورا ده؟ وجهه نظر انا كنت برضه بقولها في الانتر استاذ جمال، ان الثمان القاب حتى الان يعني المتعه بالنسبه لهم ان النادي الاهلي هو هياخد كل البطولات برضه. انت يعني دي لا دي حاجه بتعين يعني معرفش مين اللي بيشارك فيها. يعني في حاجه برضه يعني حاجه بتتعين الاخت بتلاقي ثلاثه. لو حتى عدلك الاعاقات التحكيميه في ماتش الوداد هنا في مصر، ماتش الترجي، ماتش النجم الساحلي، مش ممكن كل ده. يعني سفاله تحكيميه غير مسبوقه وتعمد. وكأن النادي الاهلي اللي هو ماتش الخاص ممنوع يفوز بالدوري الافريقي ده. فعشان كده الموضوع يا جماعه مش صدفه ولا ضعف الشخصيه ولا الكلام ده، لا ده راجل اسمه ده الحكم الاول على مستوى افريقيا. الحكم الاول يغلط الاخطاء دي كلها الا لو كان متعمد او جاي معاه اجنده ومحمي الاجنده دي حمياه. يعني اخطا كما تشاء ونحن وراك. انما الاهلي الحكم دمر تنفيذ اللعيبه واثر على اللعيبه بشكل غير عادي. ده حقيقي. وكان دور كبير جدا في اهانه الاهلي او في هزيمه الاهلي المتعمده. فعشان كده يعني ما اتكلمنا في الجزء الفني، الجزء الفني ده رايح جاي دايما في الكوره. انما الاهلي وصل برضه وراح من حق حاجات كتير قوي. انما بيامر ايهاب عارفين ان الحكم ازاي يعطل لك يعمل لك فاولات في وسط الملعب، بيديه ما ينفعش الكارت الاصفر، كل الحاجات دي ما يعقلش.
اعاقات بشكل فني قوي يعني بشكل عالي. وطولت عليكم يا استاذ جمال، نورتنا وشرفتنا. نورتنا وشرفتنا استاذ جمال العاص طبعا، يعني ناخد الراجل الكبير يعني. هو سال سؤال احمد